هو هذا إطار ديال النقاش مفتوح للجميع، مفتوح لجميع الفعاليات بدون استثناء، مفتوح كذلك لجميع المواضيع بدون استثناء، مواضيع اللي كتهم المجتمع ديالنا، مواضيع مجتمعية، مواضيع تنموية بحال هادشي اللي درنا اليوم ديال التلاؤم ما بين السياسات القطاعية وما بين المؤسسات المحلية، طريقة تقوية التنمية اللي الحمد لله كنلاحظوها في بلادنا. عندنا مخططات قطاعية منذ أكثر من 15 سنة اللي مكنتنا باش نحققوا إنجازات اللي كنفتخروا بها في قطاعات متنوعة. قبيلة تكلمنا على طنجيمات، تكلمنا على لو ريزو أوتوغوتي، تكلمنا على السياسة والمنجزات في القطاع ديال الطاقة المتجددة اللي أصبحنا اليوم من رواد ديال هذا القطاع على مستوى العالمي. هذه كلها سياسات قطاعية ناجحة اللي الحمد لله مكنتنا من تحقيق واحد المعدل ديال النمو كبير جدا، واحد القفزة نوعية كبيرة جدا. اللي كينقص دابا هذا الشيء هو أن هذه السياسات القطاعية كيفاش ندمجوها، كيفاش نخلقوا منها واحد البرنامج تنموي مندمج باش يمكننا نحققوا المزيد. وهذا الشيء بالعكس للأسف ما لاحظناش في هذه الفترة الأخيرة، ما لاحظناش أن مؤسسة الوزير الأول عندها خطاب موجه لهذه الرؤية التنموية اللي هي اللي كتخلينا نوفروا المناصب ديال الشغل، هي اللي كتخلي المقاولات ديالنا تكثر الاستثمارات ديالنا، هي اللي كتعطي المصداقية للعمل الحكومي.